السلام عليكم. اليوم نروحوا ملعب دويره ونشوفوا وضعيه الاشغال يعني في التهيئه الخارجيه، وكذلك عندنا نظره على الاشغال داخل الملعب. هنا نشاهد يعني حاله الاشغال، ما زلنا في تهيئه هذه المساحات الملونه بالاخضر والاحمر نسبة إلى الألوان تاع فريق مولودية الجزائر. وهنا نشوف حالة الأشغال داخل الملعب اللي ما زالت عملية تسوية الطبقة نتاع الحصى، ما زلنا فيها. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.